وزي كفن تبع الموجة. فكنت مشيشي مقلاش وستوين الزمن ينفرد. نحن اليوم 23 يعني بعيد ايام مازال نعرين او ثلاث ايام فترى الزمن المتاح لها تقدمات تشكيلتها. هذا ما نتوقع أن يحصل اليوم غدا بعد غد، أنه السيد المكلف مشي مكلف إلى تشكيل الحكومة أن يقدم قائمته وفريقه الحكومي للرئيس، والرئيس يقبله مباشرة إلى مجلس النواب. نحن في الساعات الأخيرة من الزمن المتاح للسيد مشيشي. حتى الآن الأحزاب لم تحدد موقفها نهائيا، معظم الأحزاب من إجازة هذه الحكومة، عدم إجازتها لأنها حكومة غير سياسية، بمعنى لا تنتمي للأحزاب، وبالتالي لا تمثل كتلا برلمانية ديمقراطية. نظام الأحزاب والحكومة، هذه الحكومة الثانية من السيد الرئيس، الحكومة الأولى حكومة فخفاخ كانت تنتمي للأحزاب وكانت خليطا من ممثلي أحزاب ومن مستقلي. حكومة السيد مشيشي حكومة مستقلين، وبالتالي هذا يجعل الأحزاب أمام وضع صعب، لأنه عدم إجازة هذه الحكومة مشكل يترك قرار في البلاد، وإجازتها مشكل لأنها لا تمثل البرلمان ولا تمثل الأحزاب. ربما يتغلب منطقة الضرورة في إجازة هذه الحكومة. في كل حال بالنسبة للنهضة سيتم مجلس شورى غدا وبعد غد ليحدد الموقف. أما عن المشهد البرلماني، السنة البرلمانية الجديدة والسنة السياسية الجديدة، في ضوء جلسة سحب الثقة يوم 30 جويلية الماضي، يوم عرفة، يوم السبق العيد، يعني كانت جلسة مهمة. وهل ستكون لها انعكاسات على السنة السياسية والسنة النيابية الجديدة؟ ما أظن أنه سيحصل تغيير كبير يعني في المشهد البرلماني. ستظل هناك مشكلات وتجاذبات، هي أمور معتادة في البرلمانات، ويقع في برلمانات أخرى عريقة تقع تجاذبات أشد مما هو في البرلمان التونسي. متى ستنعقد جلسة منح أو عدم منح الثقة لحكومة مشيشي؟ أظن أنه خلال أسبوع أو 10 أيام من تقديمها إلى المجلس ستنعقد جلسة. هذا نحن في مكتب المجلس ننتظر وصول الطلب، نحدد بعد 8 أيام نحدد موعدا لجلسة منح أو عدم منح الثقة. تغيير النظام الانتخابي نظام
النظام الانتخابي في تونس يحتاج لتغيير، وهناك مطلب واسع لتغيير هذا النظام الانتخابي باعتبار أنه أفرز مشهدا سياسيا متشتتا متذررا، وبالتالي هذا النظام الانتخابي غير قادر على إفراز أغلبية. مش ممكن في ظل هذا النظام الانتخابي يعني تبرز أغلبية، مهما كان الحزب قويا لا يستطيع في ظل هذا النظام الانتخابي أن يكون أغلبية، وبالتالي هذا سبب من أسباب ضعف الاستقرار في تونس. منذ الثورة حتى الآن 9 حكومات تقريبا بمعدل سنة، وأطلوا أصروا الحكومة عمرا هي حكومة الياس الفخفاخ. إذا ما تغيرش النظام الانتخابي يبقى المشهد السياسي مشتت، البرلماني والحكومي مشتت، وبالتالي نحن من المطالبين بتغيير هذا النظام، وسنعمل جاهدين في البرلمان على توفير أغلبية لتغيير هذا النظام الانتخابي باتجاه نظام انتخابي قادر على إفراز أغلبية حكومية. وكذلك المحكمة الدستورية، يعني في غياب المحكمة الدستورية مثل ما لضمانة استقرار، يعني عامل من عوامل الاستقرار وضمان الدستورية ووجود المحكمة الدستورية. في غياب المحكمة الدستورية كل شيء وارد، يعني كل مفاجآت واردة. مثل ما جهة تتمتع بمشروعية حقيقية لتفسير الدستور، وهذا أمر لا يحقق الاستقرار، وبالتالي نحن نفكر الآن في دعوة لجلسة استثنائية للنظر في قانون المحكمة الدستورية حتى يصبح هذا القانون عمل تيسير لإنتاج المحكمة الدستورية لانتخاب 3 أعضاء مطلوب إنتاجهم في البرلمان، حتى بعد ذلك يفتح الطريق أمام مجلس القضاء ليقدم 4 أعضاء، وأمام رئيس الدولة ليقدم أيضاً 4 أعضاء للمحكمة الدستورية. هذه الخطوة الأولى معطلة الآن في البرلمان، باعتبار أن البرلمان ما استطاعش يفرض حتى الآن إلا عضو واحد من بين 4 بسبب تعسر أو صعوبة القانون الانتخابي، لأنه اتفاق ثلثي البرلمان على شخصية مش عملية سهلة. لكن يمكن لأن النزول بالنصاب بدل ثلثين يمكن 3 خماس أو حتى أغلبية، بالأغلبية المطلقة يعني 109 نائب. عودة الكوفيد هل عندها ارتباط بالتغيير الحكومي الذي أطاح بحكومة الفخفاخ وأطاح بوزير الناجح وعقدت في المكي؟ قد يكون يعني. وأنا فعلا يعني خلال الحرب ما يلزمش نغير القادة، ونحن الكورونا هي عدو حقيقي ينبغي لا نفكر في التعايش معه، وإنما ينبغي نتجه التفكير إلى حربا ضده لا هوادة فيها، وبالتالي ما نغيروش القادة الناجحين خلال الحرب. تقييم سنة نيابية المنصرمة والتي بدأت بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه في جلسة أولى، وانتهت بعرض رئيس المجلس على الثقة، وأكدت الثقة. رئيس المجلس انتخب ب 123
أظن في شهر نوفمبر 123، وعززت ثقته فيه ب 120، يعني ما ثمش خسارة برشا، صار محدودة يعني. اللي انتخبوه 123 ولسه، واللي عززوا الثقة فيه اللي انتخبوه في الأول 123، واللي عززوا فيه الثقة 120، فرق مش كبير. وبينهما كانت هناك الرأي العام، ومن خلال الإعلام صور مشهد البرلمان على أنه مشهد تجاذبات وخصومات وعراك والأسبان وما إلى ذلك، لكن مش هذا هو البرلمان فقط. لا يخلو برلمان من هذه التجاذبات. البرلمان يعني جرت مقارنة قامت بها بعض الجمعيات المختصة مثل البوصلة، قارنت بين السنة الأخيرة للبرلمان السابق وبين السنة هذه للبرلمان الجديد، وبينت بالإحصاء أنه البرلمان هذا برلمان 2019 يتفوق على البرلمان السابق كميا، يعني سواء من القوانين التي أجيزت والاتفاقات أو الاستجوابات أو الجواب عن الرسائل والتحقيقات، حيث هناك تفوق بما لا يقل عن 30% عن الدورة السابقة، بما يجعل التركيز فقط على جانب التجاذبات في المجلس ودور بعض الأعضاء، يعني هو عملية تشويه في البرلمان، أنجز مجموعة قانونية مهمة خاصة في الاقتصاد الاجتماعي، مثلا مجموعة الاقتصاد التضامني، مجموعة تشغيل العاطلين عن العمل لمدة 10 سنوات، أيضا التمويل التشاركي، مجموعة قانونية مهمة أجازتها هذه الدورة غير مسبوقة. فينبغي أن يكون الحكم موضوعيا تقديرا بأن السنة النيابية كانت ناجحة في الجملة، وأراهم كل الإعاقات التي حصلت فيها، لكنها لم تمنع هذه المؤسسة من القيام بدورها التشريعي أو دورها الرقابي والتحقيقي. النهضة هي اللي مش متخصصة النهضة في إسقاط الحكومات. النهضة قامت حكومات، يعني حكومة الترويكا الأولى وحكومة الترويكا الثانية قامتهم النهضة مع غيرها من الشركاء، وقامت أيضا حكومة بعد ذلك المهدي جمعة اللي هي حكومة محايدة، ثم بعد ذلك النهضة شاركت في حكومة سلاح بيب الصيد الثانية، وشاركت في حكومة الشاهد اللي هي أطول حكومة منذ الثورة. فالنهضة لم تعرف بأنها مسقطة حكومات ومتسبب في قلة الاستقرار أو ضعف الاستقرار. المرة الوحيدة اللي حصل فيها النهضة سحبت الثقة هي من حكومة إلياس الفخفاخ، ومعيش وحدها ومعها آخرون. فالنهضة عامل استقرار في تونس، مش عامل اضطراب، ولذلك نحن قبلنا أن نشارك بوزير واحد في حكومة سلاح بيب الصيد رهانا ودعما للاستقرار. الدكتور حبيب خبر بين في استقالته أنه يريد أن يتفرغ لدراسته ولمكتبه ولتدريسه في الجامعة ويتفرغ لأهله، فاستجبنا لرغبته.